Assalamu alaikum. قبل ما نتكلم اي شيء، هذا الاهتمام الدكتور واستاذ مجيد خلاك كاعلامي بهذا المجال، استاذ رضا الامير في هذا المجال، يعني كنت اتكلم يا عجزين عن الشكل يعني هذه اللفته الكريمه من عندكم. هذه واجب وانا راوي من زمان من قديم. نعم. انا عندي سنوات سبع سنوات عندي دروس محرره. زين؟ وانا شجع الناس اللي يلعبون طيور. وهذه الطيور انا بدال منها خصوصا الحمام. ايام انا كنت لحقت على فرضة البحرين لقيت منام. انا لحقت. لحقت؟ انا كانوا يجيبون طيور. لا الفلون. المهم حط التاريخ يا استاذ مجيد. اليوم تاريخ 23 ديسمبر. ما تقدر تقول انه تفكير في النوم. تقريبا 1 ديسمبر. التأسيس صار في 3/9 يعني كان خطوات سريعة. السبب ان الجماعة اغلبهم عندهم كبرهم بس. يعني جماعة التيم كله الأعضاء كلهم ما شاء الله كلهم عندهم خبرة في المعارك عندهم خبرة بالمشاركات عندهم خبرة بالأندية ما شاء الله عليه نديم مثلا يعني على سبيل المثال من أكثر الأشخاص اللي كانوا يسكون في المعارض يعني نديم بالذات الطاولة يسوي الإدارة على الطاولة تحريك الطيور وهذه من زمان بيأخذ الشيء أنا كنت مع المعارض ومع الأندية من تقريبا عمري 14-15 سنة أنا كنت أروح خالي كان يأخذني فيها ودائما خالي فكان دائما الفعاليات وياه زين أنت متى ربيتي؟ من عمري 14 وشلون تك على بخار؟ البخارة أساسا كنت أشوفها دائما في البيت مثل ما قلت لك خالي كان يربي البخارة في البداية أنا حبيت فصيلة ثانية يعني رجعت في الكشكي وبدأت أربيه من عمري 14 سنة طبعاً ما كنت محترف فيه من البداية صغير يعني أخطأ صح خطأ شوي شوي قمت أنزل ستاندر أتعلم القياسات أتعلم يمكن أروح حق فيصل وحمد فيصل في المنامة كنت صغير أروح لا أشتري من عند الطيور اللي يجيبوه من برا أي سنة؟ بداية التسعينيات أنا في المدرسة أخذ المصروف أروح حق فيصل أشتري طيور. كنت أخذ من عند الكشكي كنت أقرأ الستاندر أروح عنده مرة مرتين ثلاث. يمكن 97 96 حتى 94 بعد رحت له بس أكثر شيء كان التسعينات من النص وصاعد شوي في بدايات. فقمت أقرأ الستاندر وأروح، فيصل يقول لي تعال أنت من يعلمك؟ هذه البداية في البيشكي، فقلت أنت من يعلمك؟ مين قال لك شد هاي الطيور؟ بس ما في حد قال لك شد هاي الطيور، أنا قريت الستاندر، قريت القياسات، قريت المواصفات، قعدت أطالع الطيور اخترت عندك. يقول لي أنت راح تصير حكم في هذه، إذا أنت تختار لون بروحك راح تصير حكم. وفعلاً أنا صرت حكم في البيشكي وصرت متخصص في البيشكي بعدين رجعت للبخارة. إيه أنا حكمت في الإمارات في 2011 وفي 2012 حكمت 14 يعني 3-4-5 معارض في الإمارات والبحرين حكمت في سنة كم؟ ثلاثة البحرين أنا مؤسس مع الكشكي في 2000 ما شاء الله لحين وياهم؟ لحين موجود وياهم كم أعضاء؟ الكشكي قليل في البحرين حاليا 10 أعضاء انما زين انه دار اكثر يعني فعالين يشتغلون يجيبون طيور عندهم رغبه يعني انه زين انه عندك اعضاء شوي بس عندهم دافع عندهم رغبه فاهمين الطيور. نديم انت من متى ما بتصدق يمكن 81 يعني يمكن عمري 6-7 سنوات بس ديك الايام قبل لا في ستاندر ولا في شيء ولا هو كل في حمام
بس مو عادلين بالدشاته والزواج يعني بعدين شويه صرنا كبار يكبر بصفاتي اللي يجيبنا من العراق بديت في الفانسي بي جي سنة 2002 بس ما كنت يعني البخارة أحبه بس originally I started with فانسي أي نوع الهندي الفيكي ولا الإنجليزي هو لغة أهل البحرين من اللغة الأمريكية بس هو الوصفة الصحيح الهندي الهندي هذا الشمسي ديك يعني بس ما أخذ وقت قدمت كلام طاي مجرد 2003 بديت البخارة عجبني 2004 2005 سافرت ألمانيا وجبت مع الدوشة وخلاص بديت يعني 2006 بداو 2005 بديت في المعارض أنت لكن حساسك من الدوشة ولا غير يعني كنت مرة واحدة ويا نيل في الإمارات فقلت تعرفني اللي يقول لي لا ما أعرف بس أدري إن أنت طيورك من الدوشة يعني شلون عرف فيهم ميزة يعني الحين بقول لك الميزة شلون عرف إن فيهم من دوشة ما شاء الله هذي يعني كبرى نيل بكلاوس يعني بس نظرة واحدة على الطير يعطيك تاريخ الطير يعني عندهم عزم تمييز قوي أنا ما أقدر أسوي له مثل إحنا إذا واحد خليجي يتكلم نعرف إن هذه من الكويت هذه يعرف الطيور هو على جناح فهذين من نوع تشوفون قصة الطير شلون الطير شلون يعرفون من أي بريدة المهم خلنا أكلمك أنا عن بس صارتين عند البخارة أنا في من الضوانية هولندا حق معرض عزموني واحد كان يورب كان يطرش طيور البايرين اسمه دنبور هذا ضايع عارفه كنت تجيب من عندي لا؟ إيه جبت من عند دنبور بس دنبور مو صار ما عارف توفى زين أنا رحت عزمني قال مجيد ليش ما تجيب معرض في هولندا 82 في ديسمبر رحت له كان فرج وياه خذاني من المطار رحت المعرض والله اشوف حمام بخاره ما في اول مره انا اشوفه هالطيور عيوني على شم بخاره البرق قلت له دليل عقب المعرض شو يسوون قال يبيعونهم قلت له اكثر انا اشتري قال اي بيحطون الاسعار عليهم انت اكتب لنا ريزيرف خلاص اكتب اسمه والله انا نقيت شم البخاره يبنى برق بنيوني صفر بيض جبت حوالي يمكن 5 ماري 4 فصول جميل 5 فصلين برد خلاص المهم بس ما كانوا هالمستوى اللي عنده الحين الروز كان صغير انا صراحه وكان البخار اللي عندي الحين مسطح اورزنت اورزنت هذا اللي ما كانوا كذي شيء مرتفعين ليش؟ طبعا في قياسات في مواصفات المطلوب انه يكون الاورزنت اللي قريب للآخر ذاك الوقت الطيور بعدها يعني مو وصلت مرحله اللي مطلوبه في الستاندر فالمربين قاعدين يشتغلون شيء طبيعي انه الفرق او الفارق شاسع بين هذيك الطيور والطيور الحاليه كل ما المربين يقربون من الستاندر كل ما المربين يشتغلون اكثر راح تلاقي اختلاف عن الطيور القديمه راح تشوفون ان الطيور الحاليه افضل من الطيور القديمه الطيور الحاليه اقرب للستاندر الحين انا وايد رحت معهم في الهند في اندونيسيا في الفلبين في الخليج سنه ما رحت معهم كورونا كورونا زين أنا شفت في الهند إحنا بالكيرلا هم محمود أفراح يحطوا منهم زين شفت البخار اللي عندهم معظمهم من الخليج من البحرين شاريهم يعني طيور من الخليج وطريقة البخار مالهم مستواهم أوكي لأنه مستوى والحين أنا أشوف مستوى طيور الخليج خصوصا البحرين عراق بعد عنده مستوى زين في البخار أشوف يعني مستواهم أحسن من كل مكان وكم نادي بخار موجود في الخليج؟ السعودية فيها نادي
عمان عندهم سوريا ما عندي عندهم لأن المرات شوف فحال مرات يصير هدوء قليلين ثلاثة اللي فعالين كثرة في السعودية عمان أعتقد عندهم راديين هذه مجموعة وهذه مجموعة بس عمان يعتمدون وايد من بعد على يعني شارحين إذا يروحون هناك يكون زخم البحرينيين يشوفون. إيه كنت أنا هناك في نادي في صار بعرف في عمان البحرين اللي يودهم قيود كل على صاروا 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 يأكلون كل شيء كل شيء عشان شايفونها روسيا المهم خلينا نتكلم عن النادي اللي شو اسمه النادي اسمه النادي العالمي البحرين في البداية طبعاً أنا بدأت مع نادي البخارة البحريني من سنة 2014 أو 2015 دخلت معهم أنا ردي البخارة من 2007 قطعت حتى شوي قديم وجه دائماً مثل ما قلت كان في البيت موجود البخارة رجعت للبخارة في 2015 بدأت دخلت مباشرة من أول سنة أو ثاني سنة دخلت كان عندي يعني صعدات ونزلات لما دخلت عشان النادي يعني حباً في الطير حباً في الهواية بعض الأحيان شوي تفكيرك أنت يختلف على الأشخاص الشيء طريقتك أنت في الدخول للهواية توجهاتك في الهواية تختلف عن المجموعة اللي معك يمكن هو بس يشوفون طير راح مع رطواز خلاص أمشي أروح البيت أنا أطلع على شيء أكبر أنا أشوف أن الوطن العربي هو يقدر يصير بؤرة للهواية يقدر يصير هو المنبع للهواية هو اللي فيه الجيل أصغر من الأجيال اللي في أوروبا اللي في أمريكا مستقبل الهواية فعلياً في منطقة الوطن العربي حالياً يعني مستقبل المشرق في منطقة الوطن العربي إنما يحتاج شوية يطلع عن الأفكار القديمة يطلع عن المنهجية القديمة اللي قاعدين يشتغلوا فيها بعض الشباب لقيت روحي مثلا مضغوط بهذا المنهج في هذه الأهمية بغض النظر يعني ما أبغى أتكلم في أشياء شخصية مثلا لا 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 أشخاص كيفات فكرتك عشان تعطيك الفكرة الفكرة مالتي أنا هي اللي بتحكي أنا بغيت أطلع بنادي يكون خالي من هذه الإلزامات الكثيرة مثال يعني العضو عندي كيف انت بتروح في اي نادي مباراه تصير عضو كيف في انديه ثانيه يقول لك لا ديمقراطي كيف انت كيف تبي تشترك في مليون نادي انت دام انت تحترم قوانين عضو عندي تحترم قوانين وعشان تتجاوزها امورك طيبه يعني ما عندك تقيد ما عندي تقيد المعرض مثلا المعرض هم يقول لك لازم تكون عضو عشان تشارك انا اقول لك مو لازم تكون تعال ادفع رسوم ادخال الطيور حيث. أنا أسألك ما عندي مشكلة يعني كأنا قاعد أخذ النظام ناشنال يعني قاعد أخذ النظام أوبن أوكي النقطة الثالثة الحجول يعني بعض الأندية يقول لك إحنا ما نعترف بحجول إحنا ما نعترف بحجول بالتالي إذا بتشارك الطير يدخل مع كبار كبار حتى لو كان صغير حتى لو كان صغير أنا أقول لك إذا أنت نادي معتمد ما عندي عندنا ليست من الأندية المعتمدة قاعدين نشتغل عليه الحين ما نشرناه أي حجول يجي منهم راح نطلب له يعني طيب لا يدخل مع الصغار بس ما عندنا مشكلة احنا نحترف فيهم نحترف في شغل الفايف عكس بعض الأندية لا احنا بس احنا اللي حجولنا صح احنا اللي ما في يعني ما عندي تخيل. ما عندي هاي التخيل اسمح لي هذا بالغلطة يعني انت شوف الحين قلت لي هالاشياء عن ناديكم انت ما عندك اذا من اي نادي يبي يشترك حياتي خلي يجي زين الحين واحد لا في نادي ولا شيء مخاوي يبي يدخل قيود يقدر 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 بدون ما تكون برا البحر حتى يكون برا بس بدون ما تكون انك تكون عضو يعني خل اوضح الحجول عشان يدخل مع الصغار او مع الكبار اذا حجز مو من نادي انا مجبر ادخله مع الكبار اذا مو من نادي اخر او نادي مالي ما اقدر انا اللي ادخل طيره مع الكبار واذا يبي يحجول من عندي لازم يشترك في نادي غير نادي بكم انتم اي نادي من الطيور انتم هل قوانين اللي بيحصل حسب علمي في البحرين الحين والله انا افكر ان هذه الفكره زينه حسب علمي كل التصريحات اللي طلعت الفتره الاخيره خاصه مع تاسيس نادي طلعت تصريحات منهم احنا ما كان شيء واضح بس تصريحات تقول لا انت غير مرحب فيك انت غير مدخول عضو
حجمي اما حجمك من عندي او لا شارع قد ما نقدر يكون شغلنا في خطة الهواية دون أي اعتبارات. في شغلة للأسف مي لطيفة موجودة في معظم الجروبات، لما يكون جروب حمام معين شمسي بخارة أي نوع من الفصائل، غالبا أن أي واحد يعرض أي شيء معروفة في المكبر شاء الله يشبه هذا الشغل من هذه الشيء. حاول إنه ما تكون موجودة يعني مثلا عندنا بعد الرئيس أحيان خاف يحمد علي بيش أخذ هذا الكلام عندنا جروب في الواتساب فيه قاعدين نحاول يعني دخلنا في كبار المربين الجمهور كلاوس دانشو وغيرهم من مختلف مناطق العالم. هذا يعني طريقة معينة مثلا في ترتيب معين إلى المواضيع، مناقشة المواضيع، وقت معين إلى المواضيع في ترجمة باللغة العربية والإنجليزية، وعقب ما يخلص التوبيك تماما يستوفي حقه يسوي إليه سمر، يسوي إليه تلخيص، وهذا التلخيص يصير في أرشيفنا. يعني هذه فكرة نوعا ما جديدة ومفيدة وغير مسؤولة. شنو بعد الخليجي الوحيد او اللي في الوطن العربي الوحيد في عالم المطار اللي مارك بوس عنده سيرتيفيكيت من الاتحاد. اول مره انا اعرف الاتحاد يعني اسئله عن الطيف ودخل الاتحاد عملي مع كلاوس وشلون صار عندي هذا التفاعل كيف على هذه الاسئله هاي متى صار هذا الحكي 4 years back وليش ما حد قال؟ وانا كاعلام رضا ما ندري خسر الحين قلت الحين بركة كان من ندري لا 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 شو كلك عطيتني المعلومة والله انما يعني فور اكزامبل لا عندنا برامج واجد عندنا اشياء مثلا يمكن ليش ما دريت؟ لانه بعد ما حصل غيار فرصته يعني ممكن انا صرت سيرتيفاي مثل واحد مثلا صار عنده شهاده في شيء ما مارس هذه منه ما عقب اوبورتونيتي ما حصل شانس يطلع في الساحه شلون بيتحقق او شلون بيعرف او شلون بيعرف ما في احد بيعرف هذه الشغلات اللي احنا نبي نشتغلها باحترافيه اكثر يعني كلش كنت سعيد ان نادر قبل ينضم وياي انا جدا جدا كنت سعيد لان هو يدعم كل الافكار اللي قدمني لقدام يعني انا اقدر اواصل قدامي اذا عندي سيرتي بروجكت انا اقدر اسوي وايد اشياء افضل من الهوايه واغير الموضوع احنا ما استعار في واحد يعني صار عندنا في الخليج مبدأ يعني اللي يكون كبير في الطيب يصير في حاجة مو شرط يكون يعرف مو شرط يكون يراني بدون ذكر أسماء في وايد ناس اللي يشتغلون بيهم في الطيب صار حتى لا هذه المنطقة أو أي واحد رفع الطيب مبدأ بس تعال حاجة التحكيم مو بس أنا أعرف الطيب أنا أعرف الطيب هذه واحدة من الأساسيات تحكيم تحكيم حتى يقول ميموري ان انت تتذكر بالذاكره انا اتذكر النقاط اقدر بسرعه اسوي حساب في راسي لان انا اقارن يقول لازم انا اسوي حساب في راسي ليش ما يفوز على هذا لازم اقدر اكون مقنع عند الجمهور لازم انا اقدر اكون مقنع سؤال محمود شوف عندهم فايلات شوف الحين في بعض المدربين في اوروبا
غير مولد فقط من البيت يكتب رقم الرينج اول يكتب عقب يكتب ديتيل عن أنه فايل شخصيا انا عندي بس مو شرط كل عضو عنده لا لا بس انا بسالك انا عندي اكسل شيت من زمان ومسويه على طول حتى التركيبه من اركب الزوج يعني عندي اكسل شيت مثلا الاب والام العجول اللي احجلهم هم اكتبهم انا كان عندي كان عندي دفتر اسجل التاريخ ومتى فقص من البيت متى ولاد واكتب عنه كان عندي دفتر يعني كان عندي الحين هذا احنا اكسل في برنامج جديد يستخدمونه مال الجاكوبي مال الجاكوبي ابلكيشن موبايل زين انتم ناديكم من سبورت من مين يعني في أحد سبورت أي في أحد نادي غير ناديكم مثل نادي بفوطة مثل نادي الشمال إحنا ضمينا تحت رابطة البحرين للطيور الزينة فبالتالي الرابطة تعمل كهيئة منظمة للمعارض هذه الرابطة من ومن أساس حديث القنصر ومعاه صايق سين هم اساسا منهم طلعت الفكره اسسوا نادي للجاكوبي وعقبه صار عندهم نادي للونفيس وضم تحتهم نادي صفراكي فانتين الحين تضمنهم واحنا الحين بعد وياهم زين بعد شنو عندكم الـ كل الاشياء اللي يصير فيها مثلا ارجع للتاريخ مثلا اي نادي قول لي قبل كم سنه في التصوير من صوت لك مين مثلا فوز؟ مين رشح؟ مين حضر اجتماع؟ ما عندهم طريقة أو دقيقة ترشحة الأمور يعني إذا ترجع يمكن لسنة واحدة يقول لك يا أتذكر كان كذا كذا عقب سنتين ثلاث يضيع الأرشفة عندهم شوي مو مضبوطة الأرشفة عندهم مو مضبوطة ما أعرف هذه إدارات كل إدارة هي مسؤولة عن الأرشفة يعني هي شغلة تطوعية يعني هذه الاشياء التطوعيه ما راح تكون بروفيشنال ما راح تكون بالضبط فاحنا نسوي اقول لكم احنا سو فور انا قلت اخذت فكره عندكم طبعا شو انا وياك نسويها وين الفكره يعني هذه يعني حتى انا اقول لك جد وايد كثير لا هذه ما عندي يعني الفكره اللي عندي ما فيها اي انانيه لا مو عن شيء انانيه فكرتكم عن المشهد هذا الماضي وتفكيرهم شلون الاعضاء والهيئه اول شيء يقول لك احنا عندنا ديمقراطيه حط الكلام نفس الكلام بعد شيء الارشيف الحين مثلا المعلومات والبيانات كلها مربوطه على الاونلاين يعني في الكلاود طبعا مو متاحه للكل بس انا اقدر مثلا كاداري اقدر اسوي مثلا مشاركه حق عضو يشوفها فالتصويت احنا نسويه أونلاين. أطرش له رابط يدخل يصوت حتى بدون ما يبين اسمه يقدر العضو بس يدخل يصوت. هذا النادي العالمي اللي موجود اسمه شو اسمه النادي العالمي؟ IBTC. هاي ستاند فلات واحد. نفسنا بالضبط بس إحنا زيادة أوف بحري. هذه هاي النادي موجود. أوه هذه بعد قصة. موجود بس يعني هو مر في. تقدر تعطينا بس حق اللي يشوفونا تعطينا نبذة عن النادي النادي العالمي للبخارة تأسس سنة 1948 في فترتها كان يعني ذروة أو طفرة البخارة المربين طبعا كان عندهم صعوبة فكانوا يجيبون الطيور من برا واشتغلوا عليه في أمريكا وايد التطوير بدايته والتأسيس هذه كلها صار في الولايات المتحدة الأمريكية المجموعة هذه بعدين طبعاً كبروا في العمر اللي صار في هاي المجموعة لما بدأوا يكبرون في العمر بدأ شوي النشاط يخف شوي واللي ضر الهواية أو اللي ضر هذه النادي فكرة إنه ما كان في جيل شاب يكمل صح أوروبا ما كان في أمريكا ما كان في جيل شاب يكمل عكس البحرين بعدهم شوي أوروبا انشغلت مرة ثانية رد تفعل IBTC رد تفعل بوجود كلاوس وإسبادوني ونيل ودارس رد تفعل ردوا يناقشون الاستاندر ردوا يحطون ملاحظات ردوا يدققون في الصور بعدين رد يضاءل مع وفاة دار رد بشوي رد يعني يهدى الساعة
السنه الاخيره هذه بعد رجع كلاوس نشط الموضوع مع بعض المؤسسين القدامى مثل ديمستجوسكي وهذه المجموعه كانوا من القدامى اللي هسه فيهم كانوا عاملين فقد رجع بس الموضوع مختلف هم كانوا شوي كان في نوع من السيطره على الانديه الحين الاي بي تي سي داخل بطريقه مختلفه يقول لك انا مو جهه مثل الطريقه اللي قاعدين نتكلم انا مو جهه اللي تسيطر على انا ابغي اكون امثل الهوايه انشر الاخبار بطريقه احترافيه اجمع التاريخ واداوم حاليا انا بالنسبه للاي بي تي سي انا المدير الاقليمي لمنطقه الخليج بالتالي انا دوري يعني انا اجمع المعلومات طبعا اللي يحب يعطيني المعلومات يحب انا اقدمها لان مو دائما كل شخص يقدر يقدمها بطريقه احترافيه باللغتين العربي والانجليزي وهذا الدور هاي المسؤوليه صايره شوي على مثلا النادي العراقي في المنشور السابق عندنا كل كوارتر كل ربع فالمنشور الفصلي هذه اللي هو كل كوارتر احنا نسوي منشور فصلي حق الـ IBTC مواضيع في اخبار في نشاط يعتمد على هذه التايم وقت المعارض نتكلم عن المعارض شنو قاعد يصير نهايه السنه او بدايه السنه اللي قبل نكتب عن المعارض اللي طافت الريبورتات عدد الطيور من فاز شلون كان وضع الطيور الى اخره هذه موجوده حتى عندي موجوده الحين انتم احس ان ناديكم اليوم احنا استخدمناهم باستخدام بس هو مثل ما قلت لك الـ IBTC ما عندك كنترول انه مثلا يجبرني بس احنا من باب بعد حتى يعني الاحترام والاحترافيه انت لازم تستأذن مثلا انا عاجبني اسمكم بس ابي اسوي اوف بحرين هل تسمحون لي؟ يعني انا استأذنت من كلاوس وافق زين ما عندهم زين شنو تاخذون من عندهم اي معلومه تاخذونها؟ ما في معلومات مباشرة قد ما في تبادل هم يعطونا ريبورتات معارض اللي مثلا في امريكا في اوروبا واحنا نعطيهم تقارير عن احنا معارضنا شنو قاعد يصير فيها السيزون احنا عندنا موسم شنو قاعد يصير فيه فهذه اكثر شيء الدور مو مسيطر بالنسبه اليهم منطقه الشرق الاوسط فيري انترستنج محل اهتمام اليهم بسبب عدد المربين والاعمار الموجوده عند الشباب على هذا الاساس عندهم متابعه ابو ابراهيم باب الكلام كذا زين انا عندي كم اسئله ان شاء الله ما هي اهداف النادي؟ اهداف النادي الارتقاء بالهوايه خدمه الهوايه والوصول بالمربي الى مرتبه عالميه بدون اي اعتبارات للامور الشخصيه كلام حلو ومسكت ايه الله كم عدد الاعضاء في الوقت الحالي؟ 10 في مواعيد في ظل هذه الظروف هل تم التفكير في اقامه معرض ومن هو الحكم؟ حكم عرفته اشيري نادر ايه زين تم التفكير في اقامه معرض حاليا بيكون ان شاء الله في 12 فبراير مبدئيا بس اذا بعد طور الواقع كورونا ما حاليا تتوقع كم مشترك يكون وكم طير بيكون توقعاتك حدود 60 طير كفايه كاول معرض يعني احنا كنا نطمح اكثر بس كاول معرض نقول اوكي حتى الوقت توقيت شوي ما في وقت كافي انك تحشد اكثر حق البخارة بيحتاج شهرين باقي على المعرض شهرين فما في وقت انك تحشد اكثر حددتوا المكان مكان مو هذه حسب الوضع الحين احنا مع الرابط تكلمنا اما بتكون القاعه مشتركه بينه وبين الرابطه حاليا قالوا لي انها ستوري ان وي ار ثينكينج رئيس الرئيس بشكل رئيس حسب كلامه اليوم متحدث باسم الرابطه اللي في واحد يتكلم بس ما عندهم اسلوب بعد الرئيس عندهم مثلا احنا كجروب نتفق نسوي ميتينج وحتى بالكول حتى واتساب بس ما في اسلوب انا اللي فهمته من عيسى مباشره قال احنا بعد عجبتنا الطريقه انه ما عندهم اسلوب انا رئيس الرابطه احنا جروب كل جروب عنده نادي او عنده جروب
بس احنا بالرابطه او بدون الرابطه كان عندنا يعني عزم قوي انه يكون عندنا معرض هذا. واساسا كان جدولنا على 5/2 بس هم يبون 12/2 او 6/5 مو نفس الواحد. أكيد أكيد راح نتشرف صفياتكم عبر الفيروس. أنا يعني بينس يعني مجيد ويا الكل. أي مال أي وقت متفق 100% ويلكم تو نو. بس تخبر أستاذ مجيد قبل في ما هي برامج والخطط المستقبلية من حيث ورش عمل وتأهيل الحكام؟ ورش عمل تأهيل الحكام الحين نرجع لنفس النقطة. أنا عندي حكم سيرتيفايد يعني مؤهل الوحيد الحكم المؤهل بالخارج. فمن الخطوات ان هذا الحكم نفسه هو يقدر يأهل حكام بنفس الطريقه اللي هو تأهل فيها، يعني يدخلون اختبار نظري نعطيهم بعدين بروفا مثلا نخليه يحكم فئه مثلا كلاس. عندك اسامي انت في بولت تخويهم؟ في بس الحين ما بعد. اوكي زين بعدين؟ بعدين خلينا بهذه الخطوة مثلاً أعطيك كلاس مثلاً ألوان الأخرى كلاس صغير مثلاً أثناء المعرض ويا حكم ثاني يشوفه مرة مرتين ثلاث بعدين نجيب حكم خارجي وخليه الحكم الخارجي يختبر يعني بعد المعرض نخلي تور زيادة. مين يعطي الشهادة؟ الشهادة بتشوفها إيه الحين هذا بعد سؤال دقيق. إيه أنا اللي عجبني أنا واجد تقنيت المعامل الدكتور زينة رئيسة هذه ما شاء الله عليه طلع الحكم من أمان يعني ممتازين تروحوا دورة دورة وطلعوا كل الحكم يعني هو طريقته أكاديمي يعني قاعد يعني هذه طريقته طلع حكم أمانيين ما شاء الله عليهم طلع كذا حمام نفاق حمام بوتي وهذا كلهم طلعوه كله خريج مان من النوادي. في شيء يعني تلك دكتور عيسى احنا مو تلك تمام اساسا هو يعني دكتور في الجامعه فهو قاعد حتى يستخدم هذه المميزات واحده صلاحياته حتى كان يفكر يدخل البرنامج ضمن الجامعه. ما تحطون لكم اليوم الحين ما صار شيء بعيد لان عمان ميكس دور يعني تونا ففي امور تخص مواضيع الحكام والسيرتيفيكيتس وهاي والاوورد هاي البرامج كلها انا قاعد اشتغل عليها بس الحين ما حصلت كل الكونفرميشن الشباب ما يقاتلون انا تعبت في جهه ثانيه امللهم كل شوي بعد مو فرش مدير حصص ساعدهم انا انت بالعكس هذا يصفركم يعني ما خليهم زين فهذه الاشياء قاعد اشتغل فيها مع عدد جهه فكره الدكتور عيسى جدا جدا فكره حلوه ممكن انا اتواصل وياه وسبق انا دخلت دوره التحكيم يعني انا من الناس اللي اختارني في دوره التحكيم ممكن احضر وياه انا حضرت عندك يا علاقه عندي ويا علاقه وحضرت وحضرت شمال لا شخص ما شاء الله حضرت شمال شوف الانسان يعني شوف احنا الكلام اللي يقوله نجيب يقول الانسان ما يتذكر زفاره ترى هو واصل ما شاء الله عليه هو ما شاء الله فاهم للطيور ويعرف كل شيء زين وما شاء الله عنده دعم حق كل شيء اكو ما شاء الله عليه الحين بيسوي اونلاين انترناشونال اكزيبيشن شو عنده بس كان في ديسمبر شيء اخر كان يمكن يصير في يناير ولا فبراير افضل حق جمهوريه الطيور احسن اي لا اي نفس الشيء المهم يعني ما شاء الله اذا تخلون يدكم بيد والله نشوف احنا الحين ننتظر يعني اجابات بعد من اماكن ثانيه في جهات ثانيه احنا بعد في بين التواصل بس الحين ما يمكن احنا بالنسبه لي يعني اعتبركم انتم مو جدد
شاء الله. بس إنه فتحته نادي جديد. أستاذ رضا يعني هو يسمي قيادة مثلاً هذا الرضي أو نديم كايد. إحنا من مؤسسين نادي الاتحاد. يعني إحنا مؤسسين نادي البخاري. أنا من أول ما سويته. ممكن تيجي فاصل. ممكن أسوي الأعضاء. عشان الناس اللي كلهم يمكن اخطر واحد او لا لا انت مباشر يعني محمود رضي نديم كايد حمزه الشيخ حسين مرهون بدر رضي زاهد عبد الله البربار خليل رضي سيد موسى حكمنا نادر حسين عبد الجليل هاي صار 10 قومي ثاني بعد عبد الجليل عبد الجليل النشمي لازم نتذكر بنعرف يلا زين هذولين كانوا مع نادي البحرين بعدين كلهم بعضهم صاروا وبعضهم لا كانوا منقطعين شوية للأسف الشديد يعني احنا نادي المقارنة البحريني ما طرح منها وهذا هواننا وهذا أصلنا بس يعني هم وأنا أقدر يعني قرارهم إنه ما كان أهم يعني يا أما نبيانا فقط أو اطلع بعض فأنا حمزة الشيخ حسين مرهون وسيد موسى طلعنا طبعا طلعنا إن شاء الله نتمنى أن هذا الحدود مؤقت ونرد المهارس دولة الطبيعي في هذا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كل شيء سيكون في تعاون بين الفاضل بعدين وبعدين إن شاء الله زين هل النادي تحت مظلة الاتحاد البحريني للتلفزيون تحت الرابطة تحت الرابطة رابطة البحرين للتلفزيون هل في انتخابات في النادي هذه نقطة كلش كبيرة ما تكلمنا عنها. تكلمنا بس ما لا في نقطة كلش كبيرة ما تكلمنا عنها. هذه آخر سؤال لي أنا بسألكم بعد أنا ما عندي أسئلة بس أبي أعرف عن الانتخابات في ناديكم والديمقراطية في ناديكم. في شغلة أساسية تصير يعني هي أساسية بس للأسف الشديد قاعدين نتجاهلها في معظم الأندية يعني عمدا أو سهوا بس بعدين ترجع أثرها. الوخيم على الأعضاء قضية قانون يحكم الكل سواسية دون تمييز هذا الشيء للأسف الشديد افتقدناه في الاتحاد ما كان في قانون واضح يمشون فيه كل الأعضاء فكان بين فترة وفترة تطلع مشكلة فترة وفترة تطلع مشكلة هذا في نادي نحن الـ IBTC بحرين أول شغلة التفتنا إليها في هذا الموضوع اللي ما يصير ولا إلى أي عدد في عدنا دستور خاص يبين دور كل فرد في النادي سواء كان إداري سواء كان عضو سواء كان خليجي سواء كان دستور قوانين معينة تمشي وتطبق على الكل علشان هذه المشاكل الجانبية إن شاء الله ما راح نتعرض لها فهذا دستورنا كامل جاهز بالنسبة عرفت على جهة يعني لها في الشؤون القانونية والمحاماة عرفت على محامي حالي بس كتبت عرفت على محامي لغتين العربية والإنجليزية يرتب أمور عشان بعد مرات حتى طريقة اللي أنت تكتب غير عن رجل قانون إذا يكتب الموضوع فأنت يراجع تشوف إنه ما في إساءة ما في شيء خطأ ما في شيء مو صحيح يطبق أو أهم شيء إساءة حق أحد ولا حق فيه هذه تقنع عليها وايد لأن المقطع حساس جدا وايد رضا أنت عندك أي سؤال تبي والله أنا بيني وبينك فرح جيل جديد أنا مو جيل أعتبركم جيل واحد من عمر واحد أعتبركم من جيل شغلة واحدة عمر ما ليك بس شو زين طيب مشون من الأنانية مثل ما قلت وتيحون إلى كل ولا في شروط صعبة
اللي كانت هناك ما بتكون اساسا هاي الاشياء مذكوره في الدستور يعني انا قاعد اتكلم هذا شيء مكتوب ولجوءك الى المحامي هذا شيء مهم جدا خليتونا نعلم كل الاسرع شوف هاي ما في سر ما في سر اذا انتم شرابيكم ولا تداقوا اذا عنده اساسكم الشفافيه شفافيه وبعدين نشتغل بطريقه احترافيه بعيد عن مبدا الان مو مبدا انت عندك اخر شيء بتقول قبل ما نختم اللقاء اقول ان الواحد يركز في الاسئله واسئلتك كانت ان شاء الله أشكر جدا وأشكر أستاذ رضا ما قصرتم على إتاحة هذه الفرصة وإن شاء الله الأيام الجاية هذا الكلام يجبنا تشوفونا عملي واقع عاد تعزمونا أن يكون صوركم إن شاء الله نكون خبرون أستاذ عجيب قبل وعلي شوية حتى لو كان عندكم ميتين وميتين تبون أن يمصور ما في مشكلة وعلي ترى إحنا أنا ورضا الحين اول كنت انا بروح الحين سنه رضا ويا لان انا ابي واحد يسرع هذه مدير اعمالي الله يحفظهم الجماعه يعني للاسف هم يقول شويه تعرضنا الى حرب يعني كانت حرب عاديه وكل واحد له ظروفه ونقدرهم وما نحقد على ولا احد وان شاء الله امورنا طيبه في العمار قريب بس انتونا يعني طبعا شاكرين لكم ميتونا احتضنتونا احتويتونا لا هذه احنا كنا اعلاميين اذا انتم نادي طلعتوا لازم احنا نخبر الناس ان في نادي فيه ما يصير ضدكم ليش اصير ضدكم ليش اصير ضدكم الله يسلمكم احنا مثل بي بي سي احب بس اذا في واحد يسمعنا اذا في واحد يتابعنا متاكد ان هذا النادي مثل ما قال الأخ محمود مدير النادي 100% خالي من الأجندات الشخصية 100% نادي مفتوح إلى كل الأندية الأخرى ولكل الأعضاء ولكل المربين داخل وخارج البحرين ما عندنا أي مشكلة أنا كان بس أبين نقطة أنا رضا إحنا من يوم أنا من يوم ما طلعت قاعد يتحق الأندية ويتحق المعارض علشان أنشر حتى مو بس البحرين برا البحرين في اندونيسيا كنت سيد اكبر كنت في الامارات كنت في الهند وكنت في الفلبين كل محل انا قاعد انشر الهواية وعن الاندية والمسابقات واي نادي بيطلع الحين ما في يعني ما عندي انا شيء اليوم انا في كل نادي اروح وكل بس نادي واحد ما اروح وانتم تعرفون اي نادي ما في تعرف هذا الثاني لا ما أعرف لأنه ما يستوي المهم أنت عندك شكرا أنا عندي مبدأ أساسي مهم في التعاملات مع كل الأشخاص اسمع مني لا تسمع عني إذا في شيء مثلا في ناس أنا سمعت كلام وايد عن النادي عن الأعضاء لدرجة اضطريت أطلع بتصريح بصوتي إن إذا عندكم شيء ترى الفكرة صاحبها محمود لا تتكلمون في الأعضاء عندكم شيء كلموا محمود أنا دعيت الجماعة استجابوا لي ودخلوا في النادي ووضحت لهم مبادئ وأسس قوانين النادي اللي راح نبني عليها الموضوع فبدل ما كل واحد يطلع فرضيات أنا شفت فرضيات يعني نظريات غريبة أنا ما أعرفها سمعت أشياء عن النادي أنا مؤسسة أنا ما أعرف إن أنا من قايل لها أصلا بغض النظر عن الجهات بدل ما انتم تحكون مثلا واضح الشخص حتى موجود انا في الجروبات رحني اغلب المربين يعرفونه اذا مثلا عندك استفسار عندك شيء مفاهمه عندك حتى انتقاد تكلمني ليش تتكلم من وراي تتكلم على الاعضاء تتكلم هذي طبعا انت ما تقدر توقف الناس في يواصلون كلام بس على الاقل انا اوضح هاي النقطه انه اذا في شيء أنا موجود في الجروبات وياكم ما شفت أحد مثلا في الجروب واجه وقال أنتم كذا أو أنتم كذا أشوف بس من المسجات تجي من برا صوتيات وهذا في الجروب اللي أنا فيه ليش أنا لاحظت وايد حتى مو بعد في البحرين برا البحرين إنهم حذرية بين النادي ليش؟ يعني سبب خلينا نرجع للطير نفسه الشيء مرتبط وايد مرتبط البخارة مو من الطيور اللي بسهولة تطلع طير
بغض النظر عن الكلام الملح وزيادة الطيور الخارقة، يمكن أنت إذا تنتج كل 10 سنوات تطلع طير إذا تشتغل صح وعندك خامات زينة، يمكن كل 10 سنوات تطلع طير هذا الخارق السوبر اللي إحنا نقول عنه سوبر، مو اللي يفوز في المعرض، مو شرط. الطيور الخارقة ما تطلع في سوبر. المربي عنده وقت فارغ وايد، كهاوي عنده وقت فارغ وايد، وما عنده طريقة ثانية يثبت فيها نفسه أحياناً إلا يدش في هذا، يجادل يطولها لأنه ما يقدر يثبتها بهذا. إذا كان يقدر يثبتها بهذا بيسكت، إذا يثبتها بالطير بيسكت لأن الطير يتكلم، بس هو ما يقدر يثبتها بالطير يتجه للأمور. المهم إحنا شاكرين لكم واستفدنا وايد، لأن أنتوا طلعتون بقرارات شيء حلو. أول مرة أنا أسمع هالأشياء في الأندية، ناديكم أنتم وأتمنى لكم التوفيق. شاكرين لكم وإن شاء الله نشوفكم في فعالياتكم إن شاء الله قريبا. إن شاء الله أنا أشكركم وإن شاء الله نتمنى نشوفهم ونروح للفعاليات اللي مسوينها والمعارض. وشكر لكم، شكرا على وقتكم، وإن شاء الله تعطونا معلومات. إن شاء الله أنتم بعد دخلوني أنا ويا الجروب مالكم في الواتساب، كل الجروب عندنا جروبين، بدخلك في الجروب العام اللي فيه ديسكشن اللي فيه نقاش. وايزن رضا، أنت عندك شيء في الختام تقول؟ أبدا، اللي قلت أنت هو بالطبع نفس الشيء. يعطيك، بس أنا ارتحت نفسيا لأن ما أشوف فيه صعوبات عندكم، مفتوح صدر. لا شوف، إذا أي شيء فيه شفافية لا أنا شوف الصراحة، أنت الحين الشفافية مثل ماي، شوف جلاس فيه ماي. نعم. إذا أنت حطيت فيه صبغ تقول له هاي مو في صبغ، هذه ماي. نعم. ماي عادي، لكن أنت تشوف فيه صبغ. نعم. صح ولا لا؟ نعم. أنت عندكم الشفافية، أنت ما مبدئيا أنت قلت إحنا عنا نادية شفافية، ما عنا وما عنا هذه، ما عنا قانون، ما كل واحد يقدر يشترك حتى لو برع النادي، حتى مو مشتركين. ما واحد زين، هاي تشجيع حق الشباب وزين، ما يتزين يعني ما في شيء، وانتم ما تسويتم شيء غلط، يعني ما تسويتم شيء غلط صراحة.